لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح في انفجار صهريج نفط على طريق سريع بمقاطعة جيجيانغ شرقي الصين. وتسبب عصف الانفجار بانهيار منازل ومصانع مجاورة، وتصاعد سحب دخان أسود في الجو، فيما أتت ألسنة النار على العديد من السيارات وفق ما ذكرت الحكومة الصينية. وأظهرت تسجيلات للحادث كرة نار ضخمة تتصاعد في الهواء تسببت في حدوث حالة من الهلع بين الناس.